ظهرت هذه الميليشيات المدنية اللي هي معتبرة عسكرية ولكن بلباس مدني منذ بداية السلامة الوطنية، وكانت المعارضة تقول بأن هناك ميليشيات مدنية مسلحة، واليوم من خلال اعتراف وزارة الداخلية بأن الميليشيات المدنية الملثمة هي التي أزالت كاميرات المراقبة في بيت سماحة الأمين العام، دلالة واضحة أن الميليشيات المدنية الملثمة هي جهات رسمية عسكرية كما تنبأت بذلك المعارضة منذ بداية السلامة الوطنية. أن ما حكته المعارضة في بيانها الرسمي أن سماحة الشيخ مستهدف يتبين من خلال اعتراف وزارة الداخلية بأن فعلا سماحة الشيخ مستهدف ومن ميليشيات مدنية عسكرية، وهذا ما لا يجب أن يكون لأنه سوف يدخل البحرين في منزلق خطير أمني جدا. واجتماع المجلس الوطني حددت أسماء وكأنما يصدر القانون بقصد أناس وأشخاص محددين بعينهم ومنهم سماحة الشيخ علي سلمان. فمحاولة التغطية الشعبية الموهومة من خلال المجلس الوطني فاشلة، وهناك استهداف صريح وقد عمم هذا الاستهداف من خلال المجلس الوطني بأن سماحة الشيخ بيّن وجهة نظر معارضة بأنهم مع أي تحرك سلمي سواء كان في 14 من أغسطس أو ما بعده شرط أن يكون هذا في الإطار السلمي. هذا الاستهداف يأتي من خلال إرباك السلطات الأمنية وقلقها من هذا من ذاك اليوم. هذا الاستهداف استهداف فاشل لأنه يؤدي إلى نتيجة فاشلة، لن يكون استهداف سماحة الشيخ علي سلمان موقفا إلى 14 أغسطس، فهي تسير باتجاه خاطئ، تسير بطريق مكتوب في نهايته طريق غير نافذ.